فكرة طبية توعوية، خليني أقول إلى علاقة كمان بالأثكس الطبي. كل هيدا الشيء اللي نحكيه مع دكتور جورج جوفليكيان، وهو رئيس قسم الأمراض الرئوية والعناية الفائقة بمستشفى القديس جورجيوس الروم. أهلا وسهلا فيك. صباح الخير. قلت لك حتنضم إلى قافلة الأطباء اللي منحبهم كتير، يلي كل نهار بنستشيرهم ونستغني عن جوجل وتشات جي بي تي والطبابة عبر زوم. كيفك دكتور؟ الحمد لله. جاي من معاناة هاي؟ لا مش انه ليك، هي مثل كل شيء بهالدنيا، يعني في افاده لاي شيء بتعمليه وطبعا في ضرر. بس تجي القصه بتتعلق بالصحه، بدنا نكون كثير دقيقين شو بدنا نحن، لانه بكل نيه طيبه فينا نكون عم ناذي الناس اللي بنحبهم واللي خايفين عليهم. سو كنا تحت الهواء عم نحكي انه على دكتور جوجل. دكتور جوجل از ا جود ثينج، لانه فيك يمكن تروحي تتعلمي عن مرض لك. اذا انا عندي، اذا حكيمي شخصني تنقول بالسكري، فيني روح وعلى جوجل اقرا عن السكري وصير اتعلم اكثر على قصص مفروض تفيدني. كيف لازم انا انتبه على صحتي البدنيه، كيف لازم انتبه على وزني، كيف لازم ادخن، كيف لازم انتبه على اكلي، السكر، الوجبات، هدول كلهم بيكونوا قصص مفيده، بكون عم ساعد حالي وخفف عن طبيبي ويكون السكري عندي مسيطر عليه ويبطل مرض. يصير اوكي شغله بدي اخذ لها علاجاتها وحياتي بتستمر باحسن امكانيه. يعني ممكن استفيد منه كروشيرش تثقيف شخصي لمرض مشخص؟ بدي اعرف استفيد منه. السؤال بيصير شو المطلوب؟ اذا المطلوب انا اروح على جوجل بعدين وجرب احط العوارض اللي عندي، اطلع بتشخيصات وبعدين اجي اعمل له فحص لحكيمي، بكون عم باذي حالي، عم باذي علاقتي مع حكيمي وما عم بستفيد بالنهايه باللي بدي اياه، كان لالي ولا للشخص اللي بحبه. انا كحكيم عنايه هيدي الشغله بنشوفها دائما. ليه؟ لانه نحن بالعنايه في عندنا مرضى معظمهم، اذا ما اكثريتهم يعني، اذا ما كلهم، بيكونوا منهم واعيين لانه حالتهم الصحيه كثير حرجه، بيكونوا على اجهزه تنفس صناعي، بيكونوا على اجهزه دعم للحياه وتثبيت اشيرهم الحياتيه، وبالتالي بيكونوا منهم قادرين هن اذا بدك يحكوا معنا. مين بيصير بده يحكي معنا؟ قرايبينهم، ابنه، مرته، اخته، جوزها الى اخره، واللي هي حقهم واللي واجباتنا نحن نحكي معهم. هدول الناس كثير ايام من محبتهم ومن خوفهم ومن الانكزايتي اللي عندهم بصيروا بدهم يعرفوا شو اللي عندهم. بتيجي بتقول لهم والله عامل شوك سيبتيك، عامل التهاب بالدم، تسمم بالدم، عمل له سيبتيك شوك وهيدا بيقدر يعمل لك تسمم بروحك. بتلاقي تاني يوم بيجي لعندك بيصير عم يسألك أسئلة أنت بتعرفي إنه راح وعمل ريسيرش، سأل جوجل إنه إيه، سأل جوجل وقال له سبتك شوك بيعمل هيك، وشوف السي آر بي، وشوف الضغط، وعطيت هالدواء وشفت هيك، وأي أنت باطك وكيف. بتصيري أنت كأنك قاعدة عم تعملي استجواب يلي هو مفيد لتفسري شو عم بيصير يمكن لحالة المريض، ولكن مأزية لأنه بتصيري أنت وقت اللي عم تعملي هالسيرش تبعيتك بجوجل او باي سيرش انجن تاني، او اذا سالت تشات جي بي تي كنا عم نحكي عنه، بيعطيكي معلومات انت بتقريها، بتفكري حالك صرتي ملمه بالموضوع. هون الخطوره. ايه هي خطوره. هون بدي احكي ما بين يعني المعلومه البروت الناشفه اللي عم يعطيك اياها جوجل، والطبيب يلي هو عنده نظرته، يعني عنده طريقته، عنده تحليله، عنده خبرته، وعنده كتاب 3000 صفحه دارسه. ايه يعني انت اليوم بس تيجي تقولي انه عم احكي مع حكيمي وعم اخبره وقلت له ولفت له نظره وعملت له، بصير الانطباع انه كانك انت طبيب او بتعرف نفس الشيء وعم تعمل، وبتصير عشوائي انه لو ما اعمل هيك كان صار هيك، ولما اعمل هيك كان صار هيك. وهيدي لها كثير اسباب ما حنفوت فيهم هلا، ولكن الخلاصه انه اذا بنوثق بطبيبنا وبنعرف انه طبيبنا حاطط 7 سنين طب عام، من بعدهم في 3 سنين طب داخلي، من بعدهم في 4 أو 5 سنين تخصص، غير اللي بنكون عملناهم الزياده اللي لهم علاقه بالخبره، غير اذا عاملين ريسيرش. كل هيدول انه حدا بيجي بيحط 15 سنه
اذا في بساعه على جوجل يعملهم؟ اكيد لا، اوفر له واريح له. انه شو صار بالدنيا، بنروح بنتشمس وما بنحط مصاري وما بنتعب حالنا وبنجي وبنسال شات جي بي تي بخبرنا ونعمل العلاج. دكتور انتم الحاله، خلينا نروح على العنايه، كل حاله لحالها، يعني اليوم بالضبط. اليوم نفس الكيس عندك مريض اه مريض ب، بس انت هيدا اللي بدي اقوله، نظرتك له، لون عيونه، ما بعرف حركته معك، تفاعله بتغير لك الكونتكست كله. لوضح لك فكرتك، ولا مريض بيمرض نفس المرضى مرتين، ولا مريضين عندهم نفس المرض مثل بعضهم. رح وضح، اذا انا جيت وعملت، انا هلا كنت عامل جريب وبعده صوتي شوي، صار لي جمعه اللي خلصت منه، انا لانه ما عندي مشاكل صحيه مزمنه اخذ اسبوع الجريب مثل كل الجريبات وبنادول وسوائل ومش الحال. بوصف لك حبيب ما مش قادره، لا امي بتوصف لي او مرتي بتوصف لي، دول عاده ما في بليز ما فيني اتدخل. لا بليز تعملي معي. سو اللي بيصير انه انت صار معك مشكل فيروسي وصحيتي منه مش الحال، هذا اللي بيصير. إذا حدا عندي أنا مريض لقط فيروس رجع تعرض أو عنده مشكل مناعي له علاقة بالسكري مثل ما كنا عم نحكي أو مشكل مناعي تاني وعمل التهاب زيادة بكتيري، هيدا الشخص صار بده أنتيبيوتيك. طيب ما أنا وياه لقطنا نفس الفيروس، كنا نفس المحل لقطنا نفس الفيروس، ليه أنا ما بدي أنتيبيوتيك وبده أنتيبيوتيك؟ لأنه هو عنده بحالته الشخصية الفردية بحالته السريرية عنده أسباب بتستدعي إذا نزيد مضاد حيوي لحتى يتعافى. وهيدا اللي انا عم بقوله. ونفس الشخص يعني انا ما كل جريب مثل الثاني، في جريبات بحس فيهم انجا هيك انه والله رشحت شوي، في جريبات بنايمون بالفرشه 4 ايام. ليه؟ لانه لها علاقه بكيف جهازك المناعي وكيف وضعك الصحي بيتعامل مع الموضوع. اللي عم جرب اقوله مثل ما انت تفضلتي انه نحن بس نجي ونشوف مريض وناخذ قرار على شو بدنا نعطيه علاج باربع خمس دقائق، هيدي من الاربع خمس دقائق هدول في ورايهم سنوات طويلة من الدراسة وإعادة الدراسة والتنقيح والخبرة والمحاضرات والمشاركة مع زملاء وغيره لحتى نصير المعلومة اللي نعطيها لمريضنا نحن مسؤولين عنها بضمن اختصاصنا، وان المريض ياخذ النتيجه اللي بدنا اياها. وقت اللي مريضنا بيفكر، وقت اللي بيفوت على السوشيال ميديا انه والله بيحط كلمه نمونيا، هلا فوتي انت حتى كلمه نمونيا بيطلع لك ريسيرش طويل عريض ما بيخلص، اذا بدك تطلعي فيه ما بتخلصي. انا اخصائي بالامراض الصدريه والعنايه الفائقه، ما هيك؟ انا زميلتي بالعياده معها هي اخصائيه بامراض الكلى. انا اللي بفهم كفاية عن الكلى ما بدعي ما بشارعها بقصص لها علاقة بأمراض الكلى إلا لحتى أفهم أكثر، مش لحتى أصلح لها. صح. وأنا بدعي الفهم شوي بالموضوع، تخيلي. سو أنا عم أجرب وصل فكرة لكل اللي عم يحضرونا، كل السوشيال ميديا، كل المنصات، منصات التواصل الاجتماعي وكل القصص اللي تحت إيدنا اللي بتسهل علينا الوصول إلى المعلومة، لازم نحن نكون عنا الحكمة لنستعملها بطريقة بتحقق اللي بدنا اياه، مش تعرقل عن قصد او عن غير قصد اللي نحن بدنا اياه. ما نجرب نعمل فحص لحكيمنا، اذا ما بنوصى في غيره ما في مشكل. صح. اذا انا كل ما بدي اروح عند حكيم بدي اساله اذا فهمان شو عم يعمل لي ولا لا، ما لازم ضل عنده اصلا، لازم غيره للطبيب، وهي بتصير عند كل العالم. اكيد اكيد. بنفس المنطق اذا انا بوثق بحكيمي شو بيقول لي بعمل، وبستعمل ساعتها وسائل التواصل الاجتماعي لحتى حسن من امكانيه الالتزام. صح. بالعلاج، ولحتى حسن القصص اللي مش طبيب مسؤول عنها، انا مسؤول عنها، مثل الرياضه، الحركه، الاكل، التدخين، السكر، الفحوصات، الادويه، غيره. يعني جوجل، خلينا عم نعمل له هلا دعايه كبيره، بس انه هو جوجل حيعطيك يعني العلاج، العلاج لاسم المرض، انت عم تعطي العلاج لانسان. بالضبط. جوجل في يقول لك اذا انت، كنا عم نحكي كمان على اكزامبل تحت الهواء هلا، اذا اجى لعندي حدا انا بزق دم، من كل 100 شخص بيبزقوا دم 80 منهم عندهم برونشيت، بس 80 هونيك بتصير عندك، بس بال 20 الباقيين في قصص ثانيه، في يكون عنده ورم سرطاني، في يكون عنده سل، في يكون عنده فطريات، في يكون عنده كثير قصص، ولكن الاكثريه الساحقه هي برونشيت بسيطه وبتصح طبعًا. او مشحرق اذلاعيم وبصح. وبالتالي وقت اللي انا بفوت على جوجل وبحط هيموبتسيس، بحط بزق الدم، جوجل حيعطيني كل شيء.
حيبلش لي بالسل والسرطان والمصايب العمياء، عرفت علي؟ واللي اذا انا قريتهم ضغطي بيطلع والسكر معي بيطلع وبتعب وبعصب. هو عنده هدف جوجل دكتور كمان، ما هو وقت بفوتك بمتاهه السرطان ومتاهه الامراض الكبيره ليكبك على اماكن ثانيه ويبيعك. انا بدي ادعي انه هو نيته طيبه، لا ولا بس انه الله ويفوتك بمتاهات. بس عرفت شو عم نحكي؟ يعني انت اليوم مثل ما تفضلتي، المعلومه اللي موجوده على وسائل التواصل ما بتعرف جورج، بتعرف بس قدام بتعرف ضيق نفس، بتعرف حريق بالبول، بتعرف سعله، وبتعطيكي كل شيء فيه وانت طفله الله يوفقك 100%. عرفتي؟ اكيد هون لكن التوجه لاهل المريض يلي من محبتهم ومن خوفهم هن بيستعرضوا هيدي المعلومات طبعا. تو تيست يو اور نوت، هيدا كل حكيم هو طبيب هو وشطارته. اوقات بسال طبيب اخر بخربط لك عقليتك، يعني بكون معك عامل اي ار ام مع دكتور جورج بيقول لي ما كثير بحب شو قال لي، بصير ابعتها انا شوفوا لي شو بيقول لك. طب ما هالطبيب بحق له اولا، ثانيا شرحه مش شايف المريض بياثر على خياراتي طبعا. سو لا لنفصلهم شوي، هدول كثير بيصيروا. نحن طبعا نحن شعب كثير كمان بحب حشور وكثير ايجو سنتريك، يعني اناني بمعنى انه بده يطلع بمصلحته، بده يظبط حاله قد ما بيقدر. فما عندنا كثير اشكاليه انه ناخذ راي ثاني وراي ثالث. بالمطلق هيدي الشغله منا عاطله، الشغله منا عاطله، ولكن المشكل فيها انه ولا طبيبين قد ما يكونوا كويسين. خذي اليوم بالمستشفيات الجامعيه العريقه بالبلد بتاخذي طبيبين من نفس المؤسسه او من مؤسسات سيستر يونيفرسيتيز وبتساليهم نفس السؤال، الجواب ما بيكون مطابق. يمكن يكون قريب، يمكن يكون بنفس السياق، يمكن ايه، بس ما بيكون مطابق. يعني انا بقول ما انا بعمل هي قبل ما اعمل هيديك، او بعطي هيدا قبل ما اعطي هيدا. طيب اذا انا كمريض على اللي بحبه رحت وسالت جورج ورجعت سالت زميله واعطوني جوابين منهم مطابقين، بدي حدا ثالث يفصل بيناتهم؟ اي واحد بنقي بيناتهم؟ طب اذا انا واثق بجورج ليه سالت الطبيب الثاني؟ طب الثقه هي مبنيه على شو؟ هي على معامله الدكتور جورج، على يعني شغله، ما بعرف شو كيف بتفكر. انا برايي مبنيه على عده عوامل، بس في شغلتين اساسيات. اولا علاقتي فيها على المدى الزمني الطويل، يعني اذا انا هو طبيبي من عده سنوات وبالعلاجات اللي وصف لي اياها بالتشخيصات اللي حط لي اياها اثبت عن معرفه ملمه بالموضوع اللي انا بروح عنده كرماله، هيدا بالنسبه لي هو تراك ريكورد، هيدا بكفي لحتى انا ضل معه واعتبر انه عم يعمل واجباته مما يعني اللي انا بدي اياه، اللي هو صحتي ومصلحتي من الناحيه الطبيه. الشغله الثانيه لها علاقه طبعا بالصيت، يعني انه بتسال انت والله جورج وين دارس؟ وين بيشتغل؟ شو مؤهلاته؟ اذا عملت سيرش عنه اللي هي بتصير دائما، شو بيطلع معي؟ بيطلع معي انه والله في كثير ناس متشكية عليه، ولا لا دارس بمحلات مرتبه، ولا لا محاضر بجامعات، ولا استاذ بكليات، ولا غيره. هدول كلياتهم بخلوك تعرف انه هالشخص هيدا عنده مكانه بالقطاع الطبي بتؤهله ليكون هو يمكن متقدم عن غيره بهالقصص هي، وبتصيري انت مرتاحه اكثر مع طبيبك. ما يعني جورج ما بيغلط، كلنا بشر. صحيح. ما يعني ايام ما بصيب التشخيص، ما يعني ايام بيكون العلاج منه مطابق لانه والله في خصوصيات عند المريض اثرت عليه، عمل عوارض جانبيه او غيره. بالنهايه كلياتها العلاقه بالشخص. صح. يعني انا في يكون جورج بجنن بس غلط معي بدواء مثلا، ما بقول عنه عاطي، بقول انا معي غلط بدواء وبشوف حكيم غيره، ما في اشكاليه. على سيره هيدا الدواء، اذا انت عندك مريض او اي مطلق حكيم عنده مريض وقرر هو لحاله يغير الدواء وعمل له سايد افكت، لو بدي بين هيك انه هن بيشنتس يعني، بس انت بترجع بتستقبله المريض يعني الطبيب الاساسي اللي عاين وعطى العلاج بيتحمل مسؤوليه رده فعل دواء هو طبيب. او هو قرر ياخذ لحاله غير لك علاجك. اول شيء بوضح للمريض شو اللي صار، يعني بقول له انا كان رايي هيك، انت ارتقيت تسال او تاخذ دواء، يعني ممكن وصلوا له وصار معك هالعوارض من ورا هالقصص هاي. ما بعرف التفاصيل وقت اللي شافه الطبيب الفلاني، بعرف انه هلا بهالتكه الوضع هو هيك. يعني انا ما بفوت، انا بحكي عن حالي بالشخصي، انا ما بفوت بديباجي على غير حكيم اذا كان عامل شيء صح ولا غلط. بفوت بديباجي انه
اليوم الوضع هو هيك واللي انا بدي برتقيه هو هيك وانت بتقرر شو بتلاقي مناسب، لانه بالنهايه كل شخص له حق يروح محل ما بده. اتس فري كونتري واتس فري بزنس، يعني انا ما عندي سلطه على المريض انه لا ما جيت لعندي ما بدي شو. فيني اقول له ما زالك رحنا عند طبيب ثاني انا بفضل اتابع معه. هذا كمان من حقوقي انا كطبيب انه المريض يلي بعتبر انه منه حيلتزم بارشاداتي ومش حيتبع العلاجات اللي بدي اوصف له اياها، هو حيتعب وحيتعبني لانه ما حياخذ النتيجه اللي انا برتقيها له هي الصالحه لانه ما اخذ العلاج. وعرفتي وفيني اقول له انه لا هيك العلاقه مش ماشيه الحال، ما في مشكل، بس انا ما هيك بشتغل، خلي طبيب ثاني يهتم فيه. يعني هيدي ضمن الاثكس بتنعمل؟ طبعا ضمن الاثكس، انت ما بتتخلي عن مريض، بس هنا عم نحكي نحن خارج بالعيادات. اي اللي اعطيك اكزامبل من ثاني مال، وقت اللي هو قرر ما يرجع لعندي يروح عن طبيب ثاني، انا فيني اعمل معه شيء، الي حق اعمل معه شيء، حقه. بنفس المنطق وقت اللي بيجي لعندي وهو فات على المستشفى على اسمي وانا عم عالجه هو بالمستشفى، ما فيني اتركه. اي كانوت اباندن اباندنمنت، وقت انا بترك مريضي بنص الطريق وبقول له ما بدي اعالج بيك وهو على اسمي بالمستشفى، كاني انا عم بقلوي له دراعه. اي دونت دو ذات، هي ممنوعه اخلاقيا وانا ما بعملها. أوكي. فيني اجي اقول له ليك مش ماشي الحال، ولكن حكيت مع زميلي اللي هو بنفس الاختصاص وفسرت له وقرر هو يكمل العلاج تبع بيك بدالي، إذا ما عندك مانع أنا حأنسحب هو بكمل. هيدي مسموحة أخلاقيا صح. وطبيا أنت هون تحت عينك، بس هو بالبيت إذا قرر ابنه يعطي دواء ووديه إلى الموت، خليني أقول تقع المسؤولية على مين؟ بيرجع لعندك، بس تقع المسؤولية عليه، هو اللي عطى دواء غير موصوف في غير محله. لا بهيدول القصص شغلة منا ما بدها ما فيها كتير أخذ ورد. أنا كطبيب مسؤول عن شو بعطي مريضي، وأنا بحط بملفي اللي بعمله لمريضي بحط التفاصيل على شو أنا عملت، لأنه بالنهاية أنا بدي أتذكر شو عملت، وإذا سألت إذا سئلت إنه يا جورج أنت شو عملت، هذا اللي بيصير. إذا تنقول حدا تشكى بالنقابة أو وصلت للمحاكم بيجي المحكمة أو النقابة بيعملوا تحقيق بيقولوا تفضل يا جورج شو صار معك، بس بفتح الملف كان ملف الاستشفاء او العلاجات اللي صارت او التشخيصات او ملفي انا بالعياده، وعلى اساسهم بينحط شو كان العمل واللي فيه توثيق للي صار، وبصير اذا غير مطابق بينعرف انه صار في غير تطور بالعلاج. دكتور كمان في شغله وقت بتفوت على العنايه بصيروا يعني متدرج سنتين سنه ثالث صرت تفتكر حالك افهم منهم، يعني انا صارت معي لكن المسؤوليه دائما عند الطبيب المعالج. ايه بس لا بدي اقول انه هو دكاتره ولو هن صغار بالضبط بالعمر. إيه بالضبط اللي تفضلت فيه. سو اول شيء دول دكاتره، يعني انا مثلا بحكيكي على مستشفى الروم، سو باسم العنايه بمستشفى القديس جورجوس القطاع الفريق الطبي بيتكون من تلاميذ طب بعد ما تخرجوا، فوقهم في تلاميذ عم بيتخصصوا، يعني تخرجوا معهم شهادة وإذن مزاولة ومسجلين بالنقابة وعم يعملوا تخصصات، تخصص الطب الداخلي بالسنة الأولى، في السنة الثالثة تخصص طب داخلي اللي هن حيتخرجوا وبالتالي ملمين، وفي فوقهم المتخصصين بالأمراض العناية المركزة وامراض الصدريه اللي هن الفالوز بنسميهم نحن، وفي فوقهم الطبيب المشرف اللي هو بيكون انا او احد زملائي. هيدي هي التراتبيه بقلب قسم العنايه من ناحيه الدكاتره، وهيدول اللي بيتابعوا نفس المريض بيكونوا مفصولين على كذا مريض وبيتابعوا، فكل نفس المريض بينشاف عده مرات من عده مستويات وبينعمل كل يوم discussion rounds بنسميهم على تقريبا ساعتين ثلاثة على كل المرضى بكل التفاصيل، وبينعمل فيهم هدول شغلتين: معالجة المريض، تظبيط العلاجات حسب وضع السرير وكيف عم يتحسن ويتقدم ويتأخر وغيره ونظبطهم، وزيد عليهم بيصير فيهم الخبرة والعلم يلي بيصير بالمشاركة بيني وبين تلميذي يلي هن كتير ايام بيعلموني كمان لأنه هن أقرب على العلم ومنصير عم نعلم بعض وبيطلع الكل مستفيد من الناحية الطبية، والمريض بياخد النتيجة اللي هي بتلاقيها بمستشفيات الجامعية. لأنه بهيدي المرحلة بيكونوا الأهل ناطرين أو إنه وين الحكيم؟ ما إجا الحكيم؟ وين ودقوا وين صار الدكتور؟ عرفت؟ يعني كمان مهم، لأنه إذا ما شافونا نحن ما بيرتاحوا، بيعتبروا كأنه في إذا بدك تقصير أو بيتعلموا فينا، يلي هو للأسف هذا اللي هي البرسبشن، بس هذا غير صحيح. بس مش هيك؟ لا؟ لا مش هيك، أكيد مش هيك. إنه العالم ما بتصح هيك كيف ما كان، وقال كنا ضلينا بالبيوت، ولكن المريض وأهل المريض بالأخص بحب بس يكون لأنه في خايفين على مريضهم وخايفين همه، بدهم يرتاحوا، بدهم يطمنوا، بحب
بيحبوا يطمنوا من صاحب العلاقة الأساسي اللي هو الطبيب المشرف، عرفتي من رأس النبع بيقول لك إنه أنا بتحكيني مع التلاميذ على راسي. ولا وهون كمان في شغلة مهمة، لأنه أيام كل ما بيحكوا مع حدا بياخذوا جواب مش مطابق، فبيصير ايام اذا التلميذ هو شوي معصب بيصير ببين انه هو خايف بخوفهم، عرفت علي؟ بتيجي بتحكي له انت بقول له بس حكينا مع تلميذه ما تخليه بقى يفوت عن بقيك عمي، لا ما مش هيك بتصير الامور يعني. يعني بدي اقول كتر خير الله بعد شيء اطباء بلبنان وبعدهم الاطباء بيردوا علينا على الواتساب يا عمي هي ما بتصير يعني برا لتاخذ موعد من طبيب والله بدك عظيم. وقت قبل ما فوت لعندك هلا في حدا زميل كثير بيعز علي هو فارماسيست بالجيش اللبناني كورونيل عم بدق لي لانه عنده قرابته بكندا راحت هجره عامله نمونيا تعبانه كثير ما عطوها موعد بعد شهرين ما بتعرف شو بدها تعمل. قلت له تبعت لي الصور تبعت لي الفحوصات يعني لنشوف شو نعمل وهذا يعني بكندا عرفت علي. نشكر ربنا ما زال موجود هذا الطاقم الطبي بنتواصل معه بالطريقه الاثيكلي يعني كرمال المريض وكرمال الاستطاع وجوجل خلوه لطبخ انا هذا لا ليساعدنا نفهم شو لازم نعمل. اكيد شكرا لك دكتور جورج بليكيو على هالحلقه التوعويه. فاصل مشاهدينا ومنتابع.